يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقع في بعض المعاملات المالية ولا يحب أن يسأل أهل العلم خشية أن يقول المفتي هذه المعاملة حرام، فلذلك لا يسأل، ويرى أن السؤال تشدد، وربما استدل على ذلك بأن عمرة بنت رواحة لما أرجعت زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حصل نقيض مقصودها، ولو لم تسأل لحصل لولدها ما أعطى، فهل هذا صحيح؟ هذا من انتكاس الفهم والعياذ بالله. قصة عمرة ما فيها بيع وشراء، فيها تبرع وهبة، ما فيها بيع وشراء. أما اللي يقول لا تسألون عن البيع والشراء، تعاملوا بالبيع والشراء ولو ما يجوز، لو فيه ربا لا تسألون، هذا إما أنه جاهل مركب وإما أنه مضلل والعياذ بالله. لا، يجب السؤال عن البيع والشراء والإيجارات والأشياء هذه، يجب. أما قصة عمرة فهي في الهبة، في الهبة والتبرع، بينهما فرق عظيم. نعم.